نروح لخبرنا الثاني وهو من صندوق النقد الدولي، بس عن المملكة العربية السعودية اللي أخطرت الصندوق بأنها بتعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة. الصندوق تناول في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية اللي بيجريها مع المملكة إن أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو، والرياض بتخفض الإنفاق بينما بتزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. في ديسمبر الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز بحلول 2020 واللي بلغ مستوى قياسي عند 98 مليار دولار في 2015. صندوق النقد قال إن للسبب ده الرياض هتستخدم خطة خفض العجز كإرشادات عامة، لكنها تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ده كلام صندوق النقد.